ممكن نتشرف بالاسم والوظيفة وبيئة العمل؟ عبير صابر محمود، مسؤول الأمان الحيوي المعمل المشترك محافظة القليوبية. تمام. وزارة الصحة يعني. وزارة الصحة. تمام. طيب، عندك مجال أو تخصص عام ودقيق ولا أنت صيدلانية؟ لا، صيدلانية بس. صيدلانية بس، تمام. طب دكتور عبير، ايه هو الغرض الاساسي من اشتراكك في دبلومة بيانات للامن والامان الحيوي التي تقام لاول مرة في مصر؟ العلم قوة، وانا قائد فريق، ولو ما كنتش اقدر ان انا اطبق اي شيء بطلبه منهم وانفذه قبليهم يبقى انا كده ما اقدرش اقودهم، ولازم ابقى على طول مطلع على جديد الامان الحيوي، على الجايد لاينز العالمية، فلازم ابقى كده. تمام. طيب، ايه هو الغرض الاساسي من اشتراكك في دبلومة بيانات الامن الامان الحيوي؟ طيب، ايه هو وجهة نظرك اهم الموضوعات واكثرها تشويقا اللي قمت بالتعرف عليها من خلال فعاليات الدبلومة؟ ثلاث حاجات، كيميكال ستوريج، والبايوسيفتي كابين، والامراض المتنقله ما بين الانسان او المشتركه ما بين المشتركة بين الانسان والحيوان. تمام. طيب، ايه هي الخبرات الجديده تحديدا التي اضافتها الدبلومه لك؟ ازاي اقدر احط خطه منطقيه لتطبيق الامان الحيوي او واقعيه؟ واقعيه. تمام. طيب، هل لديك نيه او اتجاه لتطبيق ما تم دراسته في محتوى الدبلومه في مجال عملك؟ بدات بالفعل ان انا احط محتوى الدبلومه في الاجراءات اللي انا بنفذها في شغلي ان شاء الله. طيب دكتور عبير، هل لديك نية لنقل الخبرة الجديدة التي اكتسبتيها في الدبلومة لزملائك، مش شرط الفريق اللي انت معاه، لنقل بغرض تقليل المخاطر البيولوجية؟ عملنا خطة تدريبية بحيث ان كل المحتويات اللي انا خدتها في الدبلومة تتنقل لكل العاملين في المؤسسة خلال فترة زمنية. تمام. طيب، هل لديك نية لمحاولة اقناع جهة العمل بانشاء منظومة متكاملة للامان الحيوي؟ طبعا، ويعني في حاليا محاولات يعني ان شاء الله ممكن تنجح يعني. إن شاء الله. طيب دكتور عبير، هل لديك ما تحبي قوله لفريق عمل مؤسسة بيانات؟ حقيقي اشعر بالامتنان والعرفان لفريق بيانات، لان هم ساعدوني كتير قوي ان انا ارتب افكاري واحدد انا عايزة ايه قبل ايه، ترتيب اولوياتي، فحقيقي جدا الف شكر ليهم. طيب، متشكرين جدا، ونتمنى نشوفك إن شاء الله في الدورات القادمة. أكيد. شكرا دكتور عبيد. شكرا لحضرتك.